أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الجهود المبذولة في إطار دعم محور البنية التحتية والمعلوماتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الصدد وخلال لقائه وزير الاتصالات عمرو طلعت لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة أشار مدبولي إلى ما يتعلق بملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الرئيس السيسي بما يسهم في إتاحة المزيد من الخدمات للمواطنين بشكل ميسر بمختلف القطاعات